طب عمرك تخيلت يكون يومك 30 ساعة بدل 24؟ في شاب عربي عرف قيمة الوقت وقرر يحول هالأمنية لواقع، وابتكر ساعة بتعطي يومك وقت زيادة، لأن صرنا بعصر السرعة وصار لازم نقسم يومنا لعدد ساعات أكتر. مين هالشاب؟ وكيف قدر يزيد عدد ساعات نهار 6 ساعات؟ وقدر يقتحم عالم الساعات السويسرية المنيع. جهاد بكورة مصمم ساعات سوري مقيم بروسيا من أكثر من 20 سنة، بلش حبه للساعات لما أهداه صديقه ساعة غالية وباعها بمبلغ هائل، وهون بلش شغفه بالساعات. باع الفيلا اللي كان بيمتلكها واشترى بثمنها 4 ساعات من علامة فرانك فيلا السويسرية، وصار يبيع ويشتري الساعات وطور خبرته لحد ما اقتحم عالم الساعات السويسرية المنيع واشترى شركة ساعات فرانك فيلا، وصار يصمم ساعات من ابتكاره وتحت اسم علامته التجارية بكورة. وهيك كان أول سوري بينافس الساعات السويسرية بقلب سويسرا. ما خاف جهاد من الفشل أو المنافسة بالسوق السويسرية اللي ما بترحم حدا بعالم الساعات، كونها هي بتمتلك أفخم ساعات وأجودها مثل علامة رولكس، لأن برأيه الإرادة والإيمان بيصنعوا المعجزات. ابتكر جهاد مجموعته الخاصة من الساعات اللي حملت اسم بكورة برينسس وبكورة إيموجي، وهي ابتكار لساعات على شكل امرأة شقرة أو سمرة بتظهر تعابير وجه مختلفة ليجذب عدد كبير من النساء لشرائها. ونجحت فكرته وصار يضيف على الساعات الأكسسوارات والأحجار الكريمة، وحققت هالمجموعات نجاح كبير. ابتكاراته فعلاً غريبة، لأنه جهاد ابتكر ساعة ممكن تسألها عن الوقت وتجاوبك عن الساعات بعدد تكات الساعة. وابتكر كمان ساعة أخذت شكل وجه امرأة، واللي استغرق تنفيذها 5 سنين لكونها غريبة عن أي ساعات أخرى، بحيث بتغمز كل 5 ثواني وبتهدف لتعديل مزاج الشخص، وخصوص السيدات اللي بيتغير مزاجهم كتير خلال النهار بحسب ما بيقول جهاد. بكورة. لكن أغرب ابتكاراته هو الابتكار الأول من نوعه، وهو ساعة بتعطيك 30 ساعة بالنهار بدل 24. كيف تشتغل هالساعة؟ شو مواصفاتها؟ ولوين ممكن يوصل ثمنها؟ هالساعة مقسمة بطريقة غريبة، ما بتعطي اليوم مساحة أكبر أو عدد ساعات أكثر من 24، لكنها بتخليك تشعر إنه اليوم أطول ب6 ساعات وفق تقسيم داخلي معين للساعة. فهول ال6 ساعات هن الوقت المهدور من جميع الإنجازات اليومية الأكاديمية والمهنية وغيرها، وهيك بتقدر تنجز كل شيء مطلوب منك. وإذا كانت كل الساعات بتمشي عقربة من اليمين لليسار، ساعة بكورة بتمشي عقربة من اليسار لليمين. وانتشرت ساعة بكورة السحرية بسويسرا وروسيا رغم أنه ثمنها أعلى من ساعات رولكس الشهيرة. وبحسب جهاد، كل شخص بيقدر الوقت وبيعرف قيمته هو معني بشراء هالساعة السحرية. وكانت قصة صانع الساعات السحرية قصة فرح.